متحمس اطلع برا القاره. حاليا احنا في السوبر ماركت وقاعدين ناخذ اغراض. طبعا مشينا خلنا نركب السياره. يلا باي باي حجرتي، باي باي سيت ابي، يلا على السلامه بيتنا. يلا مشينا. يعني يا شباب احنا خلصنا الاجراءات ساعة تقريبا 2:30 صباحا. الطيارة 4:45 راح تقلع. بس صراحة انا تعبان وصل حدي، ابغى بس انام، فندق بس انام. نمت انا تقريبا نص ساعة زين كفتني بس دايخ. يعني يا شباب تاني راكبين الطيارة قبل شي دقيقتين، كانوا مقطعين مقاعد ومضغطين كل شيء. وأول مرة طلعنا طيرنا في فجر، يعني الصراحة تجربة راح تكون إن شاء الله راح تكون حلوة. وبس شباب إذا طلعوا الطيارة بركات. اخيرا وصلنا الفندق يا شباب، وحاليا الساعة 12:07 ما نمنا، ما نمت صراحة الا قليل في الطيارة، وبعد نمت شوي تحت في الاستراحة اللي هو في اللوبي. وهذا فندقهم، شوف شلون مرقع زوجي وحق غير، راح نشوف الفيو. بسم الله بل مقحم صق، مو حلا الفيو شباب. صار حدي ومبارتاح الصراحة يعني. شاء الله شباب يا غيمدة كلمس ينزة بالبارين كهر السمتة وتا متوجهين الآن إلى مصنع الشاي. أشوف شباب هني طرق صنع الشاي، الريحة قابة، راح في مكان كله شاي شباب. طبعا يا شباب وقفنا في محل حلويات كبير صراحة وفخم، مصنع حلويات. شوف الحلويات وانواع اشكال طبعا يا شباب. What?
تشوفون هذه بحيرة أوزنقول في تركيا، ما شاء الله يعني حتى الجبال و... شباب شوفوا الرذاذ، في رذاذ الجو وبارد ترى، مو يعني عادي بارد، الجو واجد بارد. انه الزبلانة يا شباب، صراحة عجيب. اشوف شباب فن فن، يعني يطير تحليق عندك هني، الله الصراحة فن يا شباب. جود باي. صراحة فن شباب، تبون الصراحة. شباب شوفوا طبعا احنا بوفيه الفندق الريوق، الريوق طبعا اللي هو وجبة الافطار، لذيذ طرى صراحة البوفيه. شوفوا الزيتون انواع اشكال، اسود اخضر، عندهم هني بعد عسل جام، اللي تبونه موجود. هذا كورن فليكس نسكويك سيري، اتوقع كذي ما ادري صراحة. خلنا نشوف هني داخل وش فيه. الو سجق، الو سجق، وهنا هذا ما ادري وش اللي على اليمين صراحة. واليوم الثاني شباب رحنا قصر مصطفى كمال الاتاتورك. شوفوا شباب كيف كان القصر، لا زال موجود وليس سواح او سياح. شوفوا لشان قديمة هذا القصر يا شباب. طبعا احنا متوجهين حاليا الى مرتفعات بوستاب. طبعا يقول لك هذه المرتفعات صارت حرب ضد اليونان في كان عام 1927 مثل ما تشوفون المدافع. وعشان اليوم مطعم احمد اوسطى شباب، اخذوا لحم بالعجين ده رحتون الصراحة لذيذ، ضوقوا شباب. شوف المنظر، شوف المكان. طبعا انا هلكت يعني لو بركب اشوف اي قد المسافة. بعد شايفين في حياتكم شباب، شوفوا شوفوا المنظر، برد شباب ترى جو بارد مو حار الصراحة. فن فنتقة فنتقة. شوفوا شباب هناك شباب، شايفين في حياتكم مرجحان هالطولة؟ أنا بالنسبة لي أول مرة شباب. طبعاً شباب شوفوا هي قد طويلة، في التصوير شوي مظلومة. طبعاً تقريباً يمكن طولها 5 إلى 6 متر تقريباً. اليوم شباب الأربعاء، هذا الجامعة مثل ما تشوفون في طرابزون. طبعاً صح الجو فن تقى. بعدين شافنا طريقة، تعجبني طريقة السوق مالتهم كتنظيم. شوف شلون طرق مشاة، وهذا الأرض هذه مو شلون أقول لكم اسفلت، لا راشي مريح في المشي صراحة. فانتقى شباب المكان، شوف شلون في كل مكان انت لازم فيه، هذه نافورة وأي شيء صراحة. شوف شباب أقول لكم المنطقة خصوصا مليان. طبعا انا حققت رقم القياسي في الخطوات حق هذه الساعة. الحين الساعة 11:30 تقريبا الليل. خلنا نفتحها، شوف شباب كم خطوة. هاي الرقم القياسي بالنسبة لي حاليا، يعني اول مرة احقق هالرقم، وبس حبيت اقول لكم يعني.
والآن متوجهين إلى المطل الزجاجي. شوفوا شباب المنظر شلون، المكان فظيع فظيع. شوف شباب، طبعا هاي تحت هني، شوف شلون شفاف، بس هذا ما ادري مخرب، هذا الاخضر مخرب واجد. اليوم قبل الاخير متوجهين حاليا الى قرية هومسكوي. يا شباب هذه الاجواء في قرية هومسكوي، مثل ما تشوفوا شباب مناظر خلابة وطبيعية مع جو فخم صراحة. هومسكوي شباب ما شاء الله طبيعة خلابة. طبعا هذا شباب قرية ناس عايشين فيها صدق ترى، يعني وتخيل الاجواء كذي صراحة فن. شوفوا شباب شلون المكان، طبيعة خلابة صراحة فن. يعني اتخيل انا لو كنت عايش ويا هالسكان او من ضمنهم شلون بيكون الشعور، صدق عجيب. قبل يوم الليلة الأخيرة مثل ما تشوفون أمطار تطيح في السوق تحت. طبعا لا أحد يسألني وش في صوتك لأن توني قاعد من النوم. على العموم شباب شوفوا الأمطار، تعال الجم شوف شلون ينزل المطر، صراحة جميل الجو. وبالنسبة للسماء ترى أسود من كذي، التصوير يظلم شوي. بس شباب الليلة الوداعية يسمونها، آخر ليلة في طرابزون بالنسبة لي. يعني توجهين إلى مجمع الفورم طرابزون. يا شباب ركبت هنا مع التزلج، ممنوع التصوير بس أنا صرت خنبق أسوي شيء. ما تشوفون هذا الآيباد برو 11.9 إنش، ما 11 بوينت ما أدري كم صراحة، ما أتذكر الحجم، بس هاي هذا ماله كامل الاشياء صراحة. للي يلعبون ببجي او المونتاجر او اي شيء غير يعني من هالقبيل فوتوغرافيك انصحكم فيه، ترى صراحة جهاز جبار كمواصفات وكأداء وكسرعة. يعني عندكم شوفوا الاي موفي مثلا، غير انه يفتح بسرعة، لا عندكم يعني منتج ازيد اعلى من الفوركي. يعني مثلا عندي انا منتج فوركي 30 FPS، بس هذا منتجك فوركس 60 FPS عاد بالراحة صراحة. فين شباب اذا عندكم امكانية تشترون اشترون، اذا صار عندي امكانية راح اشتري الاكبر منه اللي هو 12.9 inch. لكل بداية نهاية شباب، الصراحة انا ما كنت امشي من هذه المدينة، وحاليا احنا متوجهين للمطار الساعة 9، الطيارة تطير الساعة 12:30 او 12:45، فمتوجهين للمطار حاليا. طبعا شو انا ما صار لي شد اصور، وكان مطار واجد زحمة وغصف غفصة، وكان مطار جدا صغير وجدا انا كنت تعبان، فما صار لي واحس اني اصور. المهم اجلوا الطيارة الساعة 1:30 للساعة 1:45، طارت الطيارة الساعة 1:53 تقريبا، ورجع وصلنا البحرين الساعة 4:58.